واسلام ببارك لك تاني، وانا بقول لك انت بتقول لي النهارده ما انت مع احمد موسى، احمد موسى هيتكلم سياسه، انت عارف ان انا اصلا راجل عضو هيئه مجلس النواب ولجنه الامن القومي في مجلس النواب واللجنه التشريعيه، يعني انا اصلا سياسي يا اسلام، ببارك لك، انت شاطر جدا جدا، انت اسلام صادق، وعندنا اسلام تاني مش صادق ومش شاطر. شكرا.